غراتان بقوارب الباذنجان معمر بالحشوة ديال الدجاج مع بطاطا محمرة كيجي خطير. كناخدو 3 ديال الدنجالات غنقطعهم على النصف وغادي نتقهم بحال هكا، ندير ليهم الملحة الزعتر وزيت بلدية وندخلهم للفران. زويتة بلدية غنشحر فيها البوارو مع ستر ديال الدجاج والفلفلة مزيان، مليحة زعتر ثومة بودرة وإبزار، ونخليهم حتى يطيبوا. كيكون الدنجال طاب كنخوي ليه داك الوسط ديالو وكنديرو حتى هو في الحشوة، وكنزيد نطيب مزيان. من بعد كنحيد هاد الحشوة وغناخد 3 ديال البطاطات غادي نسلقهم، ماشي شي سلقه غير شويه شويه، ونشحرهم عاوتاني في نفس المقيله كيكون باقي فيها داك اليدام وداك اللذه. كنديرهم في القاع المول مع فخوماج الحشوه، وكندير القوارب وكنعاود نعمرها بالحشوه، وندير الفرماج من الفوق وندخله الفران واحد ربع ساعه وكنقدمه، كيجي عالمي. جربوه غادي يعجبكم، بارطاجيو مع صحابكم، لايك وتعليق. شكرا لكم. غراتان بقوارب الباذنجان معمر بالحشوة ديال الدجاج مع بطاطا محمرة كيجي خطير. كناخدو 3 ديال الدنجالات غنقطعهم على النصف وغادي نتقهم بحال هكا، ندير ليهم الملحة الزعتر وزيت بلدية وندخلهم للفران. زويتة بلدية غنشحر فيها البوارو مع ستر ديال الدجاج والفلفلة مزيان، مليحة زعتر ثومة بودرة وإبزار، ونخليهم حتى يطيبوا. كيكون الدنجال طاب كنخوي ليه داك الوسط ديالو وكنديرو حتى هو في الحشوه، وكنزيد نطيب مزيان. من بعد كنحيد هاد الحشوه وغناخد 3 ديال البطاطات غادي نسلقهم، ماشي شي سلقه غير شويه شويه، ونشحرهم عاوتاني في نفس المقيله كيكون باقي فيها داك اليدام وداك اللذه. كنديرهم في القاع المول مع فخوماج الحشوه، وكندير القوارب وكنعاود نعمرها بالحشوه، وندير الفرماج من الفوق وندخله الفران واحد ربع ساعه وكنقدمه، كيجي عالمي. جربوه غادي يعجبكم، بارطاجيو مع صحابكم، لايك وتعليق. شكرا لكم.